في هذا الفيديو راح نعرف كيف نسرع ويندوز 10 بعشر طرق. مرحبا، معاكم زيد. زي ما بتعرفوا شركة مايكروسوفت فرضت ويندوز 10 ببداية 2020 على جميع المستخدمين، وزي ما بتلاحظوا إذا إجاكم مسج لازم تحدث لويندوز 10 بشكل مجاني. أنا شخصيا كنت أعمل سكيب لأني ما كنت مقتنع في ويندوز 10، وكان كثير يعمل لي مشاكل في الجهاز في بداية ويندوز 10. نبدأ بأول خطوة من خطوات تسريع ويندوز 10، تاسك مانجر اللي هي مدير المهام، وبيكون في عندك هون بعض البرامج اللي بتفتح مع تشغيل الجهاز. هذول البرامج انا مش محتاجها، مثلا عندي الكورتانا، خلينا نعملها ديسيبل، والامور هاي ديسيبل. بنروح نعمل مثلا جوجل كروم ديسيبل، يعني انا ما بحتاج هذا البرنامج الا لما اروح عليه واضغط دبل كليك عليه. وبنعمل هاي الخطوات لجميع البرامج الموجودة هون الغير مهمة. ثاني شيء ومن اهم الخطوات انه انت بشكل دوري تشوف شو في جهازك برامج غير مهمة، برامج منزلها في الفترة الاخيرة وما استخدمتها وتمسحها. بتروح على ماي كنترول بانل، اذا كانت عندك هاي الايقونات بهذا الشكل بتعملها كاتيجوري، بتروح هون Uninstall Programs، وبتصير تمسح البرامج اللي انت ما بدك اياها. بروح على Installed On، وهنا بيعطيك اخر شيء نزلناه احنا في الويندوز. مثلا هاي بيعطيك اخر شيء نزلناه في الويندوز، فبتصير تشوف انت هذا ما استخدمته بتحذفه. Next، شوف Do you need to clear cache؟ يعني بدك تشيل كاش؟ اكيد انا بدي اشيلها على اساس انه يحاول يفضي يعني جميع الكاش الموجود عندك في الجهاز من البرامج اللي بيمسحها. فينش، وبنعمل هيك هاي الخطوة لجميع البرامج اللي انت شايفها غير مهمة. الخطوة رقم 3 وكمان اعتبرها جزء مهم وشيء مهم في الجهاز، انه انا اروح على settings وهي تحديث الجهاز، اني انا احدث الويندوز. بتروح على update، بعدين بتروح على windows update، بعدين بتضغط هون check for update. بياخذ منك مرة مرتين انه يعمل restart، ما في مشكلة. الخطوة رقم 4، بنروح على الدرايفز اللي عندنا، سواء سي دي او اي درايف موجود عندك، وبتروح بتعمل له، بتروح على بروبرتيز، بعدين بتروح ديسك كلين اب، والهدف منها انه انا انظف السي وانظف الدي من الملفات التمبروري اللي بسموها ملفات مؤقته، واشيلها من النظام اللي بتاخذ مساحه. ويندوز ايرور ريبورتس بدنا نشيلها، ومثلا هون ريسايكل بن، سله المهملات، يوزر فايل هيستوري، وبنعمل كلين اب سيستم فايلز. فراح ياخذ شويه وقت ويحاول ينظم الدرايف الجزء السي، ويحاول يشيل الملفات غير المهمه، وبنكرر هاي العمليه في الدي درايف زي ما حكينا وباقي الدرايفز. بنروح كمان هوا بنشيل هيك، انا عندي الدي فاضية فعشان هيك ما عليها شيء. نعمل كلين اب سيستم فايلز، وبيبدأ يفضي وبس يخلص هيك بكون اموره تمام. الخطوة رقم 5 وبعتبرها كمان من الاجزاء المهمة والخطوات الجميلة، بنروح على سيتينجز اعدادات الويندوز، وبعدين بنروح على الجيمينج. بالنسبة لإعدادات الجيمينج، عشان ما كل ما تلعب لعبة أو كل ما تفتح تطبيق يصير يشتغل تطبيقات في خلفية الجهاز، فأنت بتطفي جميع هاي الإعدادات، بتطفي جميع الإعدادات. الكابتشرينج، جيمينج مود اطفيها كمان، هاي جميع الإعدادات هاي بتطفيها. جيم مود. الخطوة رقم 6 وهي حذف ملفات التيمب. وكيف بنقدر نحذف ملفات التيمب، وايش هي ملفات التيمب؟
بتحط إشارتين نموها المئوية وبعدين تكتب temp. التمب هي ملفات مؤقتة بتنشأ من البرامج والتطبيقات اللي انت بتفتحها عند استخدامها. فإحنا منروح منحدد جميع البرامج أو جميع الملفات، منحدد جميع الملفات وبنعمل delete لجميع الملفات. بعض ملفات ما راح تنحذف معك، بتكون هي مستخدمة ما في مشكلة، بنعمل skip لحتى نحذف جميع الملفات. والملفات اللي بقوا عندك ما في مشكلة، في مرة ثانية بتحاول بتشيلهم لأنه بيكونوا in used، يعني بيكونوا مستخدمين من برامج أخرى. وكمان في ملفات ثانية في temp الموجودة في السي، بنكتب كمان مرة temp وبنحذف هاي الملفات مرة ثانية. سكيب عشان يعني خلاص ما بدي أحذف هذول، نحذفهم في مرات ثانية. والخطوة رقم 8 هي عبارة عن ترتيب الملفات في السي والدي، بيسموها defragment أو optimize السي والدي. وهاي الهدف منها إنك أنت ترتب القرص، وخاصة إذا كان عندك قرص HDD. وعشان تعرف إذا كان عندك القرص HDD بتروح على ال run وبتكتب defrag UI، بس تبين معاي وبنعرف شو نوع القرص أو الهارد الموجود في جهازي. نوع الهارد الموجود في جهازي SSD، وهو النوع الأسرع. وبس نفتح على الـ Properties للسي، منروح على Tools وبعدين Optimize، ومناخذ للسي Optimized. وقبل ما نعملها Optimized لازم يفضل انك انت تعملها Schedule او تعملها Optimized تلقائي. فاحنا بنحب نعملها مثلا Weekly. وهون اي درايف بدك اياه من السي ولا الدي، انا رحت اخترت كلهم وبعدين بتضغط اوكي، انا حددتهم اوريدي، نضغط اوكي. هيك بصير كل اسبوع يعمل اوبتمايز لحاله. احنا رح نعمل له اوبتمايز، وزي ما حكينا الاوبتمايز اللي هو عبارة عن ترتيب ملفات في الكورس، وخاصة الكورس اللي هو ال HDD، وتجميعها في مكان واحد عشان تكون سهولة جمع البيانات من الكورس وإعطائك إياها بشكل أسرع. الخطوة الثامنة كمان مهمة للي عنده هارد درايف HDD، وكثير أنا بحس بيعانوا من هاي المشكلة، إنه أنت لما تفتح ملفات أو مجلدات بهذا الشكل بتحس إنه الريسبوندينج يعني الوقت بطيء. فلازم نعمل هاي الحركة، منروح على الـ This PC، بعدين منروح Properties خصائص، بعدين بتروح على Remote Settings اللي هي إعدادات التحكم، بعدين بتروح على Advanced، بعدين بتروح على Performance اللي هي الأداء، بعدين بتروح بتختار هون هاي Show Thumbnails، هاي بتشيلها، بتشيل الأيكون عنها، بتضغط OK. شايفين هاي؟ لاحظوا هون لما يكون عندك Hard Drive HDD راح تعاني منها بشكل كبير. فشوف لما أطفيها Show Thumbnails instead of Icons، Show Thumbnails instead of Icons. شوف بهذا الشكل بتكون أفضل، والresponding time لما أنت تفتح الملف بتحس إنه صار أسرع. هاي الثمان خطوات لازم نكررهم كل شهر على الأقل مرة، وإذا أنت شطرتك كل أسبوعين كل ثلاث تكررهم مرة على الأقل، سواء إذا كان عندك temp files، إذا بدك تعمل optimize للهارد درايف اللي عندك في الكمبيوتر. في بعضكم راح يسأل وين آخر خطوتين، أنا راح أحكي لكم. لازم إنك تغير الهارد درايف خاص فيك، وحاول جيب أقل نسخة من الهارد درايف موجودة على الأونلاين. لو رحنا هارد درايف، هارد مثلا 125 جيجا بايت موجود على امازون بسعر يعني ممتاز جدا. شوفوا سعره 110 درهم، يعني ما يقارب يعني اقل من 30 دولار. انك تجيب هارد وتنزل عليه نسخة الويندوز راح يكون ممتاز جدا. واذا بدك تعرف شو الهارد اللي عندك، حكينا بتروح على الرن،
تروح على الرن هيك وبعدين تكتب diff rig UI ببين عندك الهارد إذا كان SSD ولا HDD. وبالنسبة للرام إذا حاب تعرف شو نوعها وكيف تغيرها بتنزل برنامج اسمه CPU-Z عشان يعطيك كل إعدادات الرام، شكلها، نوعها، سرعتها، كل شيء عن الرام. خلينا ما بدي أعمل Update. بتروح على الميموري بتلاقي نوع الرام، التايب تبع الرام اللي هو DDR3. بعدين بتروح على SPD التبويبة وبتلاقي عندك كمان بالسلوتات. انا عندي بالسلوت رقم 1، السلوت هاي هي السلوتات. بيكون عندك جوا الجهاز، شوف انا عندي في سلوت فاضي، فانا بقدر اجيب رام 8 جيجا واضيفه على جهازي. طبعا اذا كان الهارد، اذا كانت المذر بورد عندك بتقبل ال 16 جيجا، لازم تشوف الكتيب الخاص في جهازك او تعرف ايش نوع المذر بورد اللي عندك وتكتب على الانترنت هل تقبل التحديث او لا. فلو كان عندك رام 4 جيجا وانت جبت كمان 4 جيجا راح تكون ممتاز جدا وتعطيك الاداء اللي انت بدك اياه بالضبط، وما راح يعلق معك ويندوز 10. حتى هاي الخطوات راح تحتاجها بكمية اقل وفترات ابعد. وبالنسبة لتركيب الرام وتركيب الهارد بتقدر تركبهم لوحدك، شوف الفيديو هذا راح يطلع لك عند اشارة الاي. ان شاء الله احضر الفيديو وان شاء الله تستفيد من كيف منركب الهارد وكيف منركب الرام في جهاز الكمبيوتر. وبس يا سيدي، لو عجبك الفيديو لا تنساني من اللايك والسبسكرايب للقناة، ويعطيكم الف عافية.